لا إلا الله. سير هذا صاحب الجلالة على أقلام الصغيرة. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحل بنا في هذه الليلة المباركة الذكرى 21 لوفاة جلالة مغفور الله الحسن الثاني طيب الله طراه. وبهذه المناسبة وكباقي المغاربة جميعا اقتداء بأمير المؤمنين، تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالصويرة حفلا دينيا ترحما على هذا الملكي العظيم. وبداية سنقرأ إن شاء الله تعالى جماعة سورة ياسين ترحما كما قلت على جلالة المغفور الله الحسن الثاني. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر إليه ترجعون. Amen.
من دعا بدعوته إلى يوم الدين. سيد عامل صاحب الجلال على إقليم السويرة، السادة الأفاضل كل بإسمه ومنصبه ومركزه، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: من اسدى إليكم معروفا فكافئوه. قول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. انطلاقا من هذه النصوص الشرعية الإسلامية، مبادئ الوفاء لوفاة المشمول برحمة الله أمير المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، هذا الملك العظيم الذي كرس حياته لخدمة أمته ودينه ووطنه والإنسانية جمعاء. أو علمت واحد من خلقك، أو استغفرت به في علم ربي عندك، أن تغمد الله برحمة الواسعة أمير المؤمنين جلالة الملك حسن الثاني. اللهم أكرم نزوله، اللهم أكرم ضيافته، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم إن كان محسن في إحسانه وإن كان مسيئا في تجاه سيئته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر منا وله. اللهم اجعل ما تلم قرآن العظيم في صحيفته، اللهم ترقب بها موازين حسناته، وخفف بها نورا له عند حشره ونشره، وحجة وشفيعا عند القاربه. اللهم يا مولانا أجزيها أحسن الجزاء عن المغرب والمغاربة والإسلام والمسلمين. اللهم أجزيه أحسن الجزاء، اللهم أجزيه عنا، اللهم اجعله في عائلين بعد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أجزهما عن المغرب والمغاربة والإسلام والمسلمين أحسن الجزاء يا رب العالمين، كما نسأل الله عز وجل لوارث سرهما جلالة الملك محمد السادس. اللهم بارك في عمره، اللهم اتعه بالصحة والعافية، اللهم اتعه بالصحة والعافية، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم اجمع لي شمل هذا المحك والدين، اللهم احفظ يا مولانا بالسبع المتان والقرآن العظيم، اللهم احفظه بالسبع المتان والقرآن العظيم، اللهم احفظه في سفره وفي حضره وفي ذهابه وفي إيابه وفي نومه وفي يقظته وفي حله وترحاله يا رب العالمين. اللهم كن له معين وظهيرا، اللهم كن له معين وظهيرا، واحفظ يا مولانا بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم يا مولانا إنا نسألك أن تجزي عنا أحسن الجزاء، اللهم وفقه لما تحب وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعنه علي يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الكريم الحسن، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله صالحا مصلحا، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله صالحا مصلحا، وشد تزرعه بشقيقه وسنه السعيد والرشيد، ويبارك أفراد أسرة الملك الشريفة وهذا الشعب المبارك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، صحاء رخاء وسائر المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ من الكوارث والزلازل والحروب والجاف والعرق وكل مكر وسوء وسائر بلدان المسلمين رب العالمين. اللهم وفق وزراءه وولاته وعماله وكل من يوفقهم لما تحب وترضاه، اللهم وفقهم واعنهم على الصالح العام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انا نسالك ان تحفظنا بالسبع المتان والقران العظيم، وان تحفظ هذا البلد وان تحفظ هذا الشعب، وان تبارك في عمر جلاله الملك محمد السادس، وان تحفظه وتوفقه وتيسر امره وامر هذا البلد يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أزل خلافات المسلمين، اللهم سوي صف المسلمين. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.